أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى دبي هذا الصباح. طبعا دبي هذه المدينة التي تعج دائما بالفعاليات والنشاطات، دائما هناك في كل مكان نشاط يحدث أو فعالية تحدث، واليوم رح نسلط الضوء شوي على فعالية فيها أكشن، فيها إثارة، لكن كمان فيها تركيز. بتحب عادة المشاركة عبد الله بهذه المسابقات اللي تعتمد على الفريق أو يكون هيك عنصر الفريق متماسك حتى تنجز المهمة؟ في أول كلامي أنا أقول حياتنا كلها أكشن أصلاً. أيوة. لازم الأكشن ما يصير ينحل بفرد واحد، لازم تكون جماعة علشان تحل هذا الأكشن. جميل. فحلو أنك أنت تكون كفريق تيمورك. أيوة. وتغامر وتحل وتروح في الأكشن. جميل. وتنجز هذا الأكشن. أنا هالموضوع اللي رح نعرضه الآن مع زميلنا محمود أكيد رح يثير إعجابك يا عبد الله. إذن ننتقل إلى المدينة التدريبية بالروية بدبي، يوم أو الروية بدبي، ويوم جديد مليء بالإثارة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية. صحيح. اليوم ساندي محمود هناك أكيد يسمعنا بينقل لنا الأجواء والأكشن. محمود صباح الخير. محمود نعم صباح الخير ساندي وعبد الله، فعلا أجواء أكشن منذ الصباح ونحن هنا في هذه التحديات، تحدي الإمارات للفرق التكتيكية. هنا نتعرف على هذا التحدي حيث يجمع فرق التكتيكية من مختلف أنحاء العالم مع ضيفنا لهذا اليوم الملازم أول ياسر الزرعوني وهو مدير فريق شرطة دبي التكتيكي. أهلا وسهلا بك، ضعنا في صورة ما يحدث هنا وما هي هذه التحديات وكيف تدور. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة. طبعا انطلقت تحديات النسخة الخامسة من تحدي الإمارات الفرق التكتيكية تاريخ 3 فبراير ومستمرين لين 7 فبراير. حاليا أنت موجود في اليوم الرابع قبل الأخير، ففي كل يوم في تحدي يختلف عن الآخر، يعني في سيناريو شبه واقعي يدخل فريق الاقتحام والمداهمة وينفذ المطلوب منه من رماية الأهداف وسرعة الوصول وإنقاذ الرهينة أو إنقاذ الضابط على حسب مسمى التحدي. اليوم الأول كان تحدي تكتيكي، واليوم الثاني تحدي الهجوم، اليوم الثالث كان إنقاذ ضابط، اليوم في تحدي البرج مثل ما تلاحظ وراي الناس تنزل من البرج بالحبال، وغدا إن شاء الله تحدي الموانع. ففي كل يوم في تحدي يختلف، في جوائز يومية وجوائز مجموعي عام في نهاية التحدي. طبعا عندنا الحمد لله السنة وصلنا رقم جميل جدا، مشاركة 87 فريق من 48 دولة على مستوى العالم، وهذا الرقم كبير وصعب تحقيقه على مستوى هالبطولات يعني، ونلاحظ وجود أصحاب الخبرة وأصحاب الاختصاص في هذا المجال. هذه التحديات مفتوحة للجمهور، نرى الجمهور متواجدون منذ الصباح الباكر بكل حماس، ما هي الرسالة التي يمكن أن تصل إلى الجمهور من خلال تواجدهم؟ طبعا المكان مفتوح للجمهور لمشجع لتشجيع فرقهم ومتابعة التحديات. الرسالة واضحة أن الحمد لله نحن في بلد آمن والجميع يتواجد عندك لنقل الخبرة والمعرفة، وتشوف تطلع على شو التحديات أو شو الممكنات اللي موجودة عند الفرق الثانية. أنت اليوم موجود في الحمد لله في دولة الإمارات بلد الأمن والأمان، تشوف فرق تيك من المكسيك، من كولومبيا، فرق من البرازيل ومن أوروبا وأوروبا الشرقية، فتشوف شو التحديات اللي عندهم، أنت تستفيد منهم، هم يستفيدون منك، وهذا هو الهدف الرئيسي للبطولة. نتحدث عن الفريق شرطة دبي التكتيكي، ضعنا في صورة إنجازات هذا الفريق على مدى السنوات. طبعا فريق شرطة دبي التكتيكي في النسخة الأولى حقق المركز الأول، وفي النسخة الثانية كذلك حقق المركز الأول. النسخة الثالثة البطل كان فريق شرطة أبوظبي، والنسخة الرابعة كان الفريق الشيشاني، والنسخة الخامسة هاي النسخة إن شاء الله نتأمل أن الله يوفقنا ونحقق اللقب إن شاء الله. لكن كإنجازات فريق شرطة دبي سنتين الأول وسنتين الثاني الحمد لله، وهي السنة الخامسة. لو تضعنا في صورة ما يحدث خلفنا هنا، الجمهور يعني يرى ما يحدث هنا على البرج، لو تشرح بشكل مبسط ماذا؟ نتكلم اليوم عن تحدي الرابع، تحدي البرج. الفريق ينطلق من نقطة البداية اللي هي على يسار البرج، يقومون برماية أهداف مسدس، بعد ذلك القناصة ينتقلون لرماية أهداف القناصة تحت البرج، بعد ذلك تشوف سرعة القناصة في الصعود إلى على البرج ورماية أهداف على مسافة 300 متر تقريبا،
والانزال عن طريق الاحبال والوصول لخط النهايه. هني انت تشوف سرعه المقاتل وسرعه القناص. اذا انطلبت منه مهمه انه يصعد البرج، كم بتكون سرعته وكيف يكون ادائه وكيف رمايته بعد هاي السرعه؟ يعني هو يوصل لاعلى البرج وبسرعه عاليه جدا وينزل ويتعامل مع الاهداف، فتشوف كفاءه وجوده الرمايه عند المقاتل والقناص. هذا لازم اول ياسر الزرعوني مدير فريق شرطه دبي التكتيكي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ونتمنى لكم التوفيق اليوم والنجاح. نعم. فعلا اجواء ملها الاثاره والحماس، وما يشدني هي البنيه العضليه القويه لهؤلاء المقاتلين وهؤلاء هذه الفرق وكيف يقومون بهذه المهمه التي ليست بالسهله. بعد قليل اذا اتيحت لنا الفرصه سنشاهد ايضا اداء الفرق النسائيه، سنترككم يعني نشوقكم لكي تروا هذا القسم الثاني من هذه التحديات.